كيفية التفكير في مثل هذه المباراة، مباراة أهلي وزمالك مهما كانت الأمور ومهما كانت الظروف ومهما كان مستوى الأهلي ومستوى الزمالك، ولكن دائما الأمور مختلفة في هذه المباراة مع الأسماء الكبيرة جدا سواء في النادي الأهلي أو في نادي الزمالك. القائمة الموجودة في النادي الأهلي حاليا، الدفعة ديت على مدى أجيال النادي الأهلي، الدفعة دي الحقيقة عندهم من الخبرات ومن الإمكانيات ومن التحضير لكل مباراة مع الزمالك، عندهم الخبرات اللي تؤهلهم ان يبقوا قاريين المباراة وعارفين بدايتها ايه وتمرينها ايه ونومها ايه واكلها ايه وتركيزها ايه. صحيح، لا في تركيز عالي قوي ولا في يعني نوع من السلبية، لا، كل الجيل ده مش محتاج المدير الفني ان يقول له هتعمل ايه، كل ما هناك انه هيطلب منه بعض حاجات معينة في الملعب، ودي ال 18 او ال 20 واحد اللي موجودين واللي هيبقوا في التشكيل كل واحد عارف دوره ايه خلال الاسبوع ده. من خلال الاسبوع ده كولر هيبقى محتار جدا، لانه تيم الزمالك حاليا تحس انه مفيش تشكيل ثابت ممكن انك انت تلعب بيه، وبالتالي هيبقى عنده مع الجهاز الفني، كولر مع الجهاز الفني بيحط كل الاحتمالات اللي هي ممكن هيقابل بيها النادي الاهلي، وبالتالي هيبقى عامل حسابه مين اللي ممكن يلعب في خط الظهر، مين اللي ممكن يلعب في حراسه المرمى، في وسط الملعب، المهاجمين، الاطراف، بحيث ان انا لما اجي ابدا المباراه ابقى انا محضر لها قبلها باسبوع، عارف انا بعمل ايه وايه اللي ممكن ان انا استغله كثغرات، ان انا هل انا في الماتش ده ابقى محتاج سرعات من الاطراف ولا محتاج لعيبه حسين وبيرسي او يبقى كريم ورضا. كل الحاجات دي ممكن جدا ان انا ابتدي بلعيبه معينه وانهي بمجموعه تانية، بحيث ان انا المباراه ديت مباراه واحده، وبالتالي انا لازم ابقى قاري نادي الزمالك هيلعب بأني تشكيل. مدرب نادي الزمالك، لسه كنت هسأل حضرتك، نادي الزمالك اختلف قبل جوميز على ما بعد جوميز من وجهه نظرك فنيا طبعا؟ لا طبعا، هو الراجل لسه بيدور على تشكيل ثابت، لانه يعني ثلاث مباريات بثلاث تشكيلات معينه مختلفه، فكلها حاجات بتقول ان انا لسه ما اناش عارف لسه بدور لدرجه ان انا في ماتش ملاعب ثلاثة صناع لعب في ماتش واحد، اعتقد الاسماعيلي اللي هو اول ماتش لعبه عبد الله وناصر وشيكابالا صح. وطبعا عنصر السن مهم جدا، خاصه لما بيكونوا بيلعبوا في وسط الملعب. اوكي، طبعا عامل السن بيبقى مهم جدا، وعامل الجانب الدفاعي والهجومي بيبقى مؤثر جدا طبعا. وبالتالي كل الحاجات دي لن تفوت على كولر. كولر هيبقى قاري وعارف ايه اللي ممكن يلعب في نص الملعب وانا ازاي اسيطر عليه ومين اللي ممكن ابتدي بيه في وسط الملعب. اوكي، كل المقدمات ديت الراجل هيشتغل عليها من بكره. النهارده اظن كانوا اجازه من بكره ان شاء الله. من بكره يتمرن اثنين ثلاث والاربع تمرين، الاربع تمرين هنا الاثنين والثلاث تمرينتين في غايه الاهميه بالنسبه له. وبعدين في الكوره زي ما انت عارف يا كابتن بيبقى فيه نوع من انواع التجسس، او الـ يبقى عندي عيون بتفكر وبتشوف ايه اللي بيحصل في التيم المنافس، بحيث ان انا اعرف الاخبار اللي هي ممكن تفيدني في التشكيل بتاعي، وابقى عارف ايه اللي ممكن التيم الثاني هيلعب باي شكل ومين اللعيبه اللي هي هتلعب. وبالتالي برضه في الكرات الثابته ايه اللي بيحصل في بدايه المباراه، انا محتاج ايه من المباراه ديت، هل احتاج ان انا ابقى عامل عمليه الضغط، لان انا تيم الزمالك في بدايه المباراه مع اللي انت شايفه كابتن. نعم، مع اللي انت شايفه مع نادي الزمالك. يعني انا وانا قاعد بتفرج على نادي الزمالك بقى لنا 3 4 ماتشات صحيح، ساعة ما المدرب جوميز جه، وهو مره كابتن عادل يلعب باك رايت، ومره اسلام يلعب باك رايت، ومره فلان يلعب باك رايت. وبالتالي انت كراجل مدير فني النادي الاهلي هتفكر ازاي في الماتش ده؟ يعني انت مش عارف مين اللي هيلعب، مش عارف عبد الله ولا ناصر ولا شيكابالا. نفس الكلام عمر جابر لعبه ماتش باك شمال مثلا، وماتش ثاني في نص الملعب ناحيه اليمين، واوباما لعبه في 8، وبعدين راس الحربة منسي لعبه، وبعدين الجزيري، وبعدين الجزيري مش مقتنع بيه، وبعدين عواد صبحي بيدي كل واحد ماتش. انت معروف ان انت قبل ما تيجي بيبقى عندك الاجنده بتاعتك او عندك الماتشات، بتعرف مين نمره واحد ونمره اثنين، لان برضو
حراسة المرمى يمكن كان عامل حساب على ماتش النهارده اللي اتلغى ده بتاع السوار، كان بيقول ان الماتش ده هيلعب بعناصر جديده خالص عايز يشوفها، لان الماتش تحصيل حاصل، فكان عايز يلعب بمجموعه ثانيه خالص علشان يشوف. فطبعا الماتش اتلغى، فدي برضو انا يعني ما هياش ميزه، انا كنت اتمنى ان هو يلعب يعني على بحيث ان هو يعرف كل العناصر اللي عنده، لكن لكن هو الحقيقه كولر زي ما انا قلت لك في نوع لازم يبقى فيه نوع من انواع المعلومات، حد بيجيب لي معلومات. معلومات ايه اذا كان هو المدرب نفسه مش عارف؟ يعني اذا كان جوميز نفسه يقول لك ايه، يعني مثلا يقول لك النهارده زي ما حضرتك قلت النهارده عمر جابر هيلعب باك ليفت، الماتش اللي قبله عمر جابر بيلعب في نص الملعب، الماتش اللي قبله عبد الله بيلعب في 10، اللي قبله ناصر، اللي قبله اللي بعده. فانت كمدير فني، طيب انت كمدير فني للنادي الاهلي هتفكر ازاي؟ نمره واحد، ابقى اتوقع كذا أتوقع تشكيل بقى. اتوقع كذا تشكيل الى جانب اللي هيساعدني برضو. اتوقع تشكيل الزمالك. طبعا اتوقع تشكيل الزمالك باكتر من سيناريو. في وسط الملعب ممكن يبتدي بمين؟ فلان وفلان وفلان. توقعت المرحله اللي بعدها على طول. انا معايا الورق بتاعي بقول ان اللي هيلعب عبد الله، زيزو، اسمه ايه ده اللي في نص الملعب، الهاف ديفندر نبيل دونجا. طيب الثلاثه دول هل هيبدا بيهم ولا عبد الله مش هيلعب ويلعب ناصر واوباما هتفرق في تشكيل انا ولا لا؟ هتفرق معايا في العناصر اللي انا هلعب، اللي انا هبتدي اشتغل عليها. إذا العناصر اللي لعب زي الماتش الإسماعيلي ولعب بالعناصر اللي أنا قلت عليها ديت الثلاثة ما بيأدوش واجب دفاعي وإلى آخره وبيبقى نوع من المجازفة، طبعا الماتشات دي ما فيهاش مجازفة. هل هيبدأ إن هو يلعب باثنين ديفندر وواحد مثلث رأس حربة؟ كل ده أنا كمدير فني لازم أتوقعه. وبعدين برضو لما بحط نفسي كمدير فني بروح حاطط السيناريو الأكثر توقعا بالنسبة لي، بحيث ان انا اول 10 دقائق واول ما التشكيل بيجي لي وبعرف مين اللي هيلعب على طول في تعليمات. انا عملت المحاضرة قبل المباراة 3-4 ساعات بالزبط. اول ما يجي لي التشكيل في تعليمات انا بقيلها للعيبة، تشكيل الزمالك. طبعا لما بيجي لي تشكيل الزمالك قبلها بساعة ساعة ونص انا حاطط السيناريو ده ومفهمه للعيبة على اطراف بتوقع. لكن هنا انا مش فارق معايا اللي هيلعب بيه نادي الزمالك بالنسبه للعيبه بتاعتي، يعني بالنسبه لعادل طعيمه يلعب باك رايت ولا اسلام اللي يلعب باك رايت كاهلي، مش فارق معايا اللي قدامي بيلعب باسماء مين، بس طريقه اللعب هتختلف. طريقه اللعب ماشي، لكن الاسماء مش فارقه. الاسماء هتفرق هتفرق في حاجات معينه، زي مثلا ماتش البلديه هاني كان لما بيستلم ما كانش بيلعب مع كريم، بيروح عليه. ولكن ما في يعني هاني نفسه ما فيش اختلاف، مش هاني يعني اي اسم من الاسماء عشان وظايفه في الملعب قد تختلف، ولكن الاسم نفسه انا كمدير فني للنادي الاهلي عندي دلوقتي التفكير الكامل فيما مين اللي هيلعب ماتش الزمالك. التشكيل طبعا اكيد. اوكي هو ده اللي انا قصدي، لكن اللي هيفرق من بالنسبه للاهلي عشان تشكيل الزمالك هيبقى كيفيه طريقه اللعب، اللي هو يلعب كور طويله ولا يلعب على الارض ولا كذا، صح؟ ده راي حضرتك. دي نمره واحد. اوكي. وبعدين انا هاني في طلبات معينه، علي معلول في طلبات معينه. نعم. اللي هيلعب قدام علي معلول لو هيلعب بحد سريع من نادي الزمالك على علي معلول يبقى عمليه انه يهاجم بكثافه اقل شويه. ولا لو في حطيت حد بيأدي الواجب الدفاعي بشكل جيد يبقى انا في الوقت ده اقدر ان انا يبقى في عندي تعليمات لعلي معلول ما يعني تأدي الواجب الهجومي بتاعك على اعلى مستوى. وهناك من في وسط الملعب هيبقى مغطي عليك. النهارده ممكن عمرو السوليه في حاله لو او حتى كوكا لو علي معلول زاد يبقى علي معلول قافل في الحته ديت، لو الكره اتقطعت ولا حاجه يبقى هو برده مغطي في وسط الملعب مكان علي معلول وهكذا. كل الامور ديت هتبان لما اعرف تشكيل الزمالك، بس انا في التشكيل بتاعي انا حاطه خلاص. هو ده هي دي الفكره، انا تغيير خطط اللعب او طريقه اللعب لن تتغير الاسماء، ولكن قد تتغير بعض الوظائف داخل الملعب. حتى راس الحربه. راس الحربه هل يجري زي
زي الماتش بتاع برضو الافريكان او البلديه يعني أفريكان. كان الراجل بيجري ما بين السرد باك والباك، وسام لما كان بيجري ما بين وتتلعب له كان في منطقه الجول الاولاني جه كده صحيح، ورامي هو اللي لعبها له في الحته دي. طب الماتش ده هل انا محتاج لدي هبقى محتاجها ولا محتاج ولا محتاج ان انا وسام يسقط وهناك من يندفع، حد يندفع من ورا، حسين يخش، ده على حسب بقى الناحيه الثانيه هيعمل ايه. فكل واحد موجود، حسين الشحات موجود على الطرف، لكن مجرد ما بيرسي تاو بيستلم على طول قاطع بتتعمل له، لان برضه في مشكله في نادي الزمالك في السرد باكين. طيب في مفيش التفاهم، الى جانب برضه